جنريتر ريكس كرتون من كرتون نتورك وصنعوه مان اوف اكشن نفس المجموعة اللي عملوا بنتن الاصلي، مع انه ما هو بعيدة مرة من المسلسل اللي قبله. انا اشوف ان جنريتر ريكس اكثر كرتون مظلوم في كرتون نتورك على الاقل في الحقبة الزمنية اللي كان فيه. قبل ما نبدأ شكرا على 50,000 مشترك، اذا ما شفت مقطع 50,000 شوفه لانه ضحك وسوالف، واذا ما انت مشترك اشترك تسعدنا وتكون جزء من قناتنا. يعني اوكي جنريتر ريكس ما كان افضل عمل في العالم، ولكن يستاهل اكثر من اللي جاه، لان الشخصية في هذا الكرتون شخصية مثيرة للجدل صدق. في عالم تلوث بعد قنبلة نانو تك أو تكنولوجيا غريبة كبر ذرة، صارت بانديميك منتشر حول العالم، والأشياء هذه تصيد أي شيء حي وتقدر تحولهم لوحوش في أي لحظة. يظهر ولد اسمه ريكس سالازا اللي ممثل صوته نفس الولد اللي في فيلم سباي كيدز، قدر أو جاته الاستطاعة أنه يتحكم بهذه الأجهزة الصغار اللي داخله، اللي تخليه فرصة الناس الأخيرة لحل هذا المرض، وحتى الفرصة للناس الوحيدة لهزيمة كل الوحوش دي. انضم ريكس المنظمة خفية أو سرية اسمها بروفيدنس. ريكس يشتغل مع دكتوره موظف او ايجنت في بروفيدنس، وقرد يتكلم عشان يحمي العالم. بس الشيء اللي يبغاه ريكس الصدقي هو حياه طبيعيه، يبغى يتصادق مع اشخاص في عمره، يبغى يرتبط مع هذيك البنت الايمو اللي هو يحبها، ويعرف وش صار لاهله بعد الحادث اللي خلاه ينسى كل شيء عشان امنيجا او الزهايمر. عنده قوات بس يبقى مراهق يمشي وين مشاعره توديه، عشان كذا ياخذ اوقاته اللي ينحاش من بروفيدنس الحريه بسيطه، او حتى يتعاطف مع بعض الوحوش اللي المنظمه ما تهتم لهم وبس تبي تقتلهم، ويقول ان الشخص هو شخص حتى لو صار وحش. جنريتر ريكس قصته مصدقة، عشانه مراهق يحاول يخرج من سيطرة الكبار، بطل بقوة الاجهزة والمكينات يحاول ما يصير مشين بنفسه، وهو يقاتل للبشر. حتى مع كونه كرتون مأخوذ من كوميك اسمه اريكس، تقدر تشوف الكرتون كامل بدون معرفة اي شيء عن الكوميك، مع انه شيء غريب ان ريكس على طول يغازل دكتورته مع انها اكبر منه بكثير، يبقى الشيء هذا سبب للف عيوننا لما يصير. اقدر افهم غضب الكثير عن ليش فيه جمل صغار واصوات الجيتار المزعجه، حتى مع البيسنج او السرعه المسلسل احيانا يطير فجاه وتسارع الاحداث يعني جدا سريع بدال بنايه حدث من الصفر. بس الطريقه اللي انا اشوفها اشوف ان هذه الاشياء تخلينا نقرب الريكس اكثر والشخصيه الحقيقيه، لان كثير من الناس الكرتون هو بس دخول العقل المراهق، والديزاينات او الرسم اللي تتراوج ما بين براعتها في الالوان الفاتحه اللي تمثل ضوء الشمس، او الديزاينات المستقبليه الحلوه. لا تنسى الانيميشن خصوصا اللي بين حولاته. جنريتر ريكس كرتون يمثل شكلها المختلف وبشدة، اللي فيها الشخصية الأساسية اللي من أصول لاتينية عندها نظارات برتقالية، ويتحول للمكاين سيوف أو أيدي من حديد، وحتى مدفع على كتفه وكلها برتقالية. فوقها أغاني روك العسرة اللي لمعلوميتك اسم الفرقة أورنج يعني برتقالي. حتى مع كونه شخصية رئيسية تعاني من زهايمر، ريكس سالازار عنده شخصية ما يتغير منها، اللي أقصده هو طبعه أو أطباعه الشخصية. بعض الأوقات قلة ذاكرته تكون بداية كثير من المشاكل، خصوصا لما الشخصية تنغصب لإعادة فهم أغلاطها السابقة بعد تعلمه أنه ما كان شخص طيب من زمان، وحتى لما الشرير الرئيسي يضطر يماضيه عشان يجذبه لتغيير فريقه. شرير ريكس الأساسي هو له علاقة بالنانوتك واسمه فان كلايس، بس قواته مع النانوتك عكس ريكس. ريكس يقدر يغير الأجهزة، بس هذا يقدر يتحكم بالزرع والنباتات. ومع أنه يظهر نفسه كمساعد للإيفوز اللي هم الوحوش، الحقيقة هو أنه فقط يستخدمهم لتخليص كل ما عليه، زي ما يستخدم البنت الإيمو اللي تكلمت عنها سيرسي، وكيف يستخدم حب ريكس لها كسلاح لأخذ ريكس. الشيء اللي يخلي فان كلايس شرير ما هو بس طموحه للسيطرة على العالم، ولكن لعبه بالناس وعنفه. طبعا الشيء هذا أسطوري، لأن الإحساس لما المراهق يهزم رجال كبير متعود على قواته يخليه مضحك. أفضل شريرين ريكس هم اللي عكسه بالضبط، أنهم صدق يظهرون جانب ريكس الحقيقي بعد معرفة ريكس منطقهم الفاسد، يبني مقاتلات وأشرار أساطير. يدينا بعض الحلقات اللي الشرير يكون شبيه مدرب ريكس بصوت ممثل جي كي سيمنز، حتى بعض اللقطات اللي كثير يكرهون ريكس بس عشانه من النانو وما هو زيهم. يعطينا لمحات بسيطة عن مواضيع في العالم الصدقي زي العنصرية وغيرها، وحتى استخدام السياسة لخدع الجمهور عن الحقيقة اللي ريكس يفشل في إخراجه. على طول الكرتون نشوف ريكس في محاولات الدفاع عن اللي يحبه، ويسوي أو يختار من خيارات صعبة، لما يحل مشاكله اللي ما يتذكرها أصلا، أو لما يرفض تهديدات الأشرار، ويورينا كيف ريكس مدافع عن الحق. ما هو بس الأشرار اللي مخالفين تفكير ريكس، بس حتى اللي معاه الايجنت اللي حرفيا ما عنده مشاعر يعبرها غير عن ريكس اللي عنده مشاعر يعبرها وزيادة. دكتورة أكثر عنا وحفظ للباقين اللي حولها من ريكس، خويه المقرب نور
نوح أو نوا يعطي نصايح من وجهة نظره كإنسان طبيعي، وحتى بوبو القرد اللي يتكلم عنده لقافة وملعنه أكثر مقارنة بريكس. من الأشرار والأبطال تقريبا كل شخصية منهم عكس ريكس في شيء من الأشياء، وكفاية أنه يقدر يغطي على بنتين من هذا المجال. شوف أدري كثير منكم يحبون بنتين لأنه كلاسيك معروف وأسطوري، بس واحد من الأسباب اللي مخلتني أكره بنتين إيلين فورس ما هو بأنه يعني بن ما يناسب الشخصية في هذا الكرتون، بس السبب الصدقي هو عشان شفنا جنريتر ريكس. نعرف شخصية من مان أوف ستيل عنده إيجو كبير وحب يغامر ومرح اللي هو ريكس، يعني ممثل صوت بن ما كان مرة خايس، بس ممثل صوت ريكس عطانا أكثر نقدر نعمل عليه. عشان في جنريتر ريكس عندك شخصية عندها إحساس أكثر، تحس إنه حي وتعلقنا فيه أقوى من شيء زي إيلين فورس، ويواجه تحديات كشخصية أكثر من بن. لأن إيلين فورس عندك بنته مراهق لازم يكون مسؤول، وبنفس الوقت لازم يصير بطل خارق عنده قوات، وما يقدر يغير أو يشيل هذا القدرات للأبد، لأن بفعل هذا الشيء راح ينهي فكرة السلسلة كاملة، عكس ريكس اللي يقدر يضحي بعض الأشياء اللي يحبها عشان ينقذ العالم. فيما زي ما قلت في مقطع بنتن السابق، بنتن يقعد يتغير ما بين طفل وشخص غير مسؤول إلى شخص عاقل. شخصية ريكس لا، عنده استمرارية في تطوره، ولما تحول بن الإيلين إكس ما كان عنده علاقة كثير كشخصية مع الإيلين إكس في أي طريقة، عكس ريكس اللي كان تحوله في النهاية كان في آخر المسلسل وكان نهاية له وختام، ولها علاقة بفقدان ذاكرته وآخر سلسلة تعلمه عن ماضيه. وأيضا شفنا قد إيش تطور كشخصية، كل الشخصيات عندهم صفات أطفال مراهقين، بس ريكس ما يحتاج يكون عنده جد يعلمه وش الصح من الغلط، قدرنا نشوفه يحل هذه الأشياء بنفسه، وبعض الأوقات شفناه هو يعلم ناس وش يسوون. بعض الناس يشوفون المسلسل عشان ممثلين الصوت، بعض اللاينز أو الكوتس الحلوة، ممكن حتى عشان رومانسية اللي بين الأيجنت والدكتورة، بس أنا أقول شوفه عشان الشخصية الرئيسية ريكس زالزار، شخصية من جد لازم يشتغل بقوة عشان يصير بطل، يضحي بالأشياء اللي يبغاها عشان يسوي الصح. ريكس زالزار هو السبب عن ليش لازم تشوف جنريتر ريكس. اكتبوا لي تحت في التعليقات وش تبغون كجزء ثاني من هذه السلسلة اللي هي تتذكرون. أفكر إني أسوي حلقة عن ماكس ستيل أو شيء زي كذا. والحين راح أقول أسامي المنتسبين، وإذا ما أنت بعرف إيش الانتساب، الانتساب هو لما تنضم لنا ب 15 ريال بس يجيك مزايا كثيرة، مثلا تشوف المقاطع بدري، نشكرك بعد أكثر المقاطع، يجيك مقاطع خاصة، ويجي جنب اسمك باج على حسب الشهر اللي أنت يعني قد لك فيه راح يتغير اللون إلى أن توصل آخر شيء اللي هو أحمر. فشكرا يا مؤيد بلو، شكرا يا نايتمير MKN1D، محمود ناصر، حسن موها، نينجا بوي، تركي بلاك، AV، سعود AKH، طلال 777، زمان الميرزا، وجوي آر. أدري كأني بديت أمطط في المقطع شوية، ولكن أبغى أعلمكم عن قناتنا الثانية اللي هي More Mic Tunes، رابطها راح يكون في الوصف، يمديكم تشوفون مقاطعنا الثانية اللي حنسولف فيها مثلا أو نسوي رياكشن، وراح ينزل مقطع قريب عن لعبة لعبناها في البراوزر أنا وسعد. ويب لا تنسون تشتركون القناة، إن شاء الله استمتعتوا ومع السلامة. أوكي كنت أقول كذا بشوي عشان يصير مقطع 8 دقايق، يلا مع السلامة صدق.